ويعني أنا بأكد على الرسالة اللي هي بتقولها إنه إحنا محتاجين إن إحنا نطلع للعالم كله ونقول لهم نساء مصر مش هيسكتوا، مش هيسكتوا على الشهيدات اللي سقطوا ولا على الشهداء. إحنا مش بنتكلم بس على السيدات، إحنا بنتكلم على السيدات والرجال. إحنا أنا بشكر حضرتك وبشكر الشيخ مظهر شاهين الكلمات الجميلة اللي اتقالوا، بشكر منى على إنك أنت دعيتينا لإن إحنا نعبر عن مشاعرنا في مثل هذا الحدث. سيدات والسادة، باسم المجلس القومي للمرأة وباسم كل مواطن في جمهورية مصر العربية، بل وباسم كل من ينطبق عليه وصف إنسان، أتوجه بهذه الكلمة القصيرة، لا بل بهذا النداء، بهذه الصرخة. لقد وقفنا الدقائق بل الأيام بل السنوات حدادا على أرواح من اغتالتهم يد الإرهاب الأسود الأثيم. عبرنا عن احترامنا للشهداء، عن تضامننا مع ذويهم، ذرفنا الدموع بحارا وألقينا كلمات التأبين نثرا وشعرا، ولم يتوقف الإرهاب بل استمر في التصاعد، لم يفرق بين شيخ وطفل، بين رجل وامرأة، بين مسلم ومسيحي. الإرهاب يا سادة ليس له وجه ولا دين ولا سن. الإرهاب يا سادة ينهش ويدمر ويقتل بلا تمييز. اجتمعنا اليوم لتأبين فتاتين لا يجمع بينهما سوى أنهما كانت تقومان بمهام حياتهما العادية، لم تكن أي منهما ناشطة سياسية تحمل روحها على كفها لتجهر بموقف سياسي أو ديني. إحداهما مسيحية والأخرى مسلمة، قتلتا دون ذنب، حرم أهليهما من الفرحة بهما، بنجاحاتهما، بأسرتيهما. اغتيلتا دون ذنب، دون سبب، وها نحن هنا نشاطر أهليهما الأحزان، نشاطر أبناء الوطن كل الأحزان. ولكن أيها السيدات والسادة، بعد لحظات يتفرق جمعنا، يمضي كل منا ويستمر في حياته حتى يصيب أحدنا نفس المأساة، ونفقد الأبناء والآباء والأصدقاء، ونبكي ونلطم ونستمر الحياة. هل هذا هو ما نريده؟ صرختي التي أطلقها هي لنكف عن الاكتفاء بالبكاء والعويل والتنديد والإدانة. صرختي أن لا نقف حدادا، أن نوقف اجتماعات التأبين، أن لا نقيم العزاء، فلا عزاء لنا في من قتلوا إلا بالثأر لهن ولهم. نعم الثأر، ولا أقصد بالثأر القتل، فالقتل إرهاب، والقتل يعاقب عليه الله ويحرمه، بل هو عنده عز وجل أكبر الكبائر والأثام، ومن قتل شخصا واحدا كأنما قتل الناس أجمعين. الثأر هو ردنا على هؤلاء القتلة المجرمين الذين يحرموننا من زهرات حياتنا، أبنائنا، من أبائنا وأمهاتنا، من أشقائنا. لا مناص ولا بد من الثأر، إنهم لا يقتلون أحباءنا ولكنهم يقتلون وطننا، وبذلك يقتلون جميعا. السيدات والسادة، إنني أنادي بالثأر، نعم الثأر ممن يقتلون كل فرد منا حيا أو ميتا، الثأر ممن يهدمون ويخربون ويحرقون وطننا. ولا أقول الثأر بالقتل، فلست بإرهابية، أنا أم وأخت وزوجة وجدة، وديني وعقاب ربي يحرم علي القتل، ولكن الثأر الذي أنادي به هو التوقف عن الصراخ والعويل، الانطلاق نحو العمل والبناء. هم يهدمون ونحن نبني، هم يقتلون ونحن نقدس الحياة ونعمل معا على أن تكون الحياة أفضل مما هي. هم يقتلون أبناءنا ونحن ندفعهم لأن يكونوا قادة وعظماء كل في مجاله. هم لا يريدون لمصر، لوطني، لوطنكم أن تزدهر وتعلو، ونحن نسعى لأن تكون مصرنا أفضل بلاد العالم. هذا هو السلاح الذي توجهونه لهم في مقتل. سيموتون، سيختفون، سيحرقون بغيظهم، سيتركهم أبنائهم وبناتهم لينضموا إلينا. نحن رمز الحياة وهم رمز الموت والخراب. كلمتي
كلمته هي الثأر. أرجو أن يضع كل منا يده في يد جاره ولنفعلها، ونرفع أيدينا في أوجههم، ولنقسم بأن يكون مقابل الإرهاب الحب والتضامن والتكافل، أن نزيل هذا السواد ونستبدله باللون الأبيض والألوان الزاهية. بدلا من الحزن سيكون الفرح. السيدات والسادة رددوا ورائي، أقسم بالله العظيم أن أقضي على الإرهاب بالعمل والبناء والحب والإيمان، وأن أجعل من مصر الدولة الصرح، الدولة القائد، الدولة السلام. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.